شو النصايح اللي بعطيها للنساء اللي بدها يصير جسمها مثالي؟ أولاً ما لازم يصير مثالي، ثانياً لازم تنبسطي بالجسم اللي عندك إياه، لازم تنبسطي بالقصص اللي عندك إياها، بالحجم اللي عندك إياه وتشتغلي عليه تتصيري تنبسطي فيه أكثر، ما تحطي نيجاتيف ثوتس بفكرك، ما تقارني حالك بغيرك، دايماً علي السلف استيم تبعك، خليك يكون عندك ثقة بحالك لأنه الوزن منه كل شيء، أكيد بنشتغل عليه منضاعف الشخص تيكون مبسوط، نتبع دايت، ما لازم نفكر بالدايت تبعنا، لازم نروح عند دايتيشن تكون هي عم تفكرنا بالدايت تبعنا ونحن ما نفكر أبداً، لأنه كل ما بنعمل ستريس على الموضوع كل ما بنوصل للهدف تبعنا.